أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية، وذلك بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات للتحالف. وأضاف التحالف في بيان أن أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش، مبيناً أن الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدنيين أمريكي. وتابع: نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف، وهذا حد من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة.